الفرنك في الحقيقة بالنسبة للكلام حول يعني الأوراش التي جاءت في ظل حكومة التناوب والتي سرعان ما تم التعرف عنها، أنا أعتقد أنه كان هناك مسار تحولات في المغرب وبالخصوص مسار قوي، المسار بدأ من 95 ولكن مسار قوي بدأ مع سعيد القرن المنصرم، فبالتالي حكومة التناوب وجدت الحق ناضجا فحصل، ولكن مع الأسف ما حصل هذا لم يتم يعني جني نتائجه بالشكل الذي هو مطلوب، فلذلك بدأت هذه الجيوب التي سميت بجيوب المقاومة لتقدم ما نتج عن حكومة التناوب وبالتالي التراجعات التي حصلت في ما بعد، ولكن مع ذلك لابد من أن ننصف اللحظة أنه ما بعد حكومة التناوب حصلت تطورات أساسية وجوهرية مهمة جدا في المجال الذي تحدثت به وهو مجال الحقوق والحرية، حصلت تطورات مهمة هي جزء منها مولود من حكومة التناوب وجزء عدو، فلذلك لا ينبغي أن نبخس حتى ما بعد حكومة التناوب حقها. جيوب المقاومة دائما موجودة وستبقى حتى اللحظة، هناك جيوب مقاومة وستبقى، ومقاومة جيوب المقاومة ستكون عن طريق لو نستخدم اللفظ ديال الهيجان الشعبي وكذا الشعبوي هو أن الجماهير هي الأساس، ولكن نحن في جلسة لا تسمح بذلك، في جلسة علمية أكاديمية نقول أن جيوب المقاومة هي قائمة وأنها ستمتثل شيئاً ليركب المغرب ليأخذ المغرب ليضع المغرب سكة قطاره على سكة التحول نحو الديمقراطية الحقيقية. ما يخص اللحظة التي أهملت فيها العوامل الداخلية، أنا مستحضر للعوامل الداخلية في ديني هي حاضرة قوية بدون شك، وأنا يمكن أن أرجع هذه العوامل الداخلية ليس فقط إلى لحظة يعني اللحظة التي تحدثت عنها، ولكن أرجعها إلى 71 و72 يوليوز وغشت 72 هي جوهرية وأساسية، وأرجع إلى 73 وإرسال قبل ذلك التجهيزات العسكرية إلى الجنان إلى أكتوبر 73، وأرجعها إلى ما حدث في 3 مارس أحداث مليك وحزاب ولمين وقومين كانت أساسية وجوهرية أيضا في التعريف وبداية تفكير في ولكن أيضا هناك عوامل خارجية وهي الأساسية والجوهرية والقوية، ربما ستحدث إذا كان 75 في الجزيرة الإيبيرية وما تحدثت عنه من أشياء أخرى، أريد أن أضيف إليها عوامل خارجية إقليمية مجاورة بالجوار، بمعنى ما حصل في الجزائر في سنة 88 أساسي وحاضر له هو ما حصل في تونس في سنة نوفمبر 87 كان حاضرا بقوة، فهذه العوامل لها تأثيراتها على المغرب. هذا الشيء ديال السكتة التربية اللي بدات هي بدات الحقيقة في 1994 مع المذكرة ديال صندوق النقد الدولي عام 1994-95 هناك بدات السكتة، ولاحظ معي أن بعد اللحظة أيضا هناك بعض التحولات إطلاق جميع سراعي المعتقلين وعودة المختلفين إلى حين، هناك تحولات هذه اللحظة تمهد لما سيأتي فيما بعد وما ستستفيد منه حكومة التناوب. أنا أقول لحال بين قوسين سموها توافقي. فأنا أعتقد أيضا وأظن ولو أن بعض الظن إثم أن الانتقال
يعني هذا الانتقال الديمقراطي هو ما عرفتش وحتى دولة الحق والقانون، مش دولة الحق والقانون أو دولة الحق والقانون. يعني راه كاين يعني إلا بغينا ندخلوا بهذا يعني اللعب بالألفاظ ولا بالمصطلحات، كاين دولة الحق والقانون ودولة الحق والقانون. من هو الأقوى وما هو الأقوى؟ مش دولة الحق والقانون ولا دولة الحق والقانون. أنا مع الذي يقول هذا الكلام الذي يقول الانتقال إلى الديمقراطية والانتقال نحو الديمقراطية. نحن نعيش لحظة في الحالتين نحو الديمقراطية والجهد، لا ندري إلى ماذا سيصير، إلى ماذا سنصير، ما هي ما الهدف ما الذي سنصير إليه. يعني هذا كله جهد، ولكن الأيام القادمة ستبين لنا يعني هل ننتقل فعلا نحو الديمقراطية أم أننا سنراوح مكاننا. هل هناك عدم ضمانات لتكرار لعدم تكرار ما جرى في الماضي؟ وأعطيت الأمثلة، الأمثلة هي جنوب إفريقيا. لا بد من يعني عدالة قالية حقيقية للانتقال نحو الديمقراطية، لكن عدالة انتقالية حقيقية ليست كما حصل في الأرجنتين. لأن في الأرجنتين لما أردنا أن نحاكم وأن نقاسم بدأت جيوب المقاومة كما سميتها أنت بالانتفاضة وبمحاولة انقلاب عسكري وإعدام والتجربة كلها. فلذلك لابد من نوع منا المرونة في هذا. Vamos, chocar.